بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي في مدارس الموهوبين في العراق. كما تعلمون أنه منهج الصف الخامس هو منهج مقارن، يعني يقارن ما بين الكائنات الحية من اليونيسيلولر أورجانيزم إلى المولتي سيلولر أورجانيزم اللي هي أعقد الكائنات الحية المتمثلة بالهيومان. نعم، هذه العمليات أو هذه الفعاليات اللي يقوم بها الكائن الحي من الأمثلة عليها هي السيركوليشن أو دوران السوائل الجسمية، بالإضافة لأنه أخذنا نحن الموفمنت أو الحركة أخذناها في الكائنات الحية من ضمن النباتات، وقلنا تتحرك عن طريق آلية معينة، حركة موضعية اللي تعرف بها التروبيزم، وأخذنا تايبس أوف تروبيزم اللي هي الفوتو والتيجمويتروبيزم وغيرها من الانتحاءات. أما بالنسبة للحركة بالحيوانات أخذنا أنه تتحرك وتتنوع الحركة حسب تركيب الكائن الحي. كذلك في هذا الفيديو سوف نأخذ النقل أو جهاز النقل أو الجهاز الدوران بالنسبة لمختلف الكائنات الحية، بس راح نتكلم فقط على الترانسبورت إن أنيمالز اللي هو النقل في الحيوانات. كما تعلمون أنه الحيوانات هناك حيوانات أو كائنات حية وحيدة الخلية اللي تكون اللي نسميها نحن يعني بروتوزوا لايك أنيمال، الكائنات وحيدة الخلية الشبيهة بالحيوانات. وكذلك أخذنا راح نأخذ الكائنات اللي هي متعددة الخلايا. أهمية الجهاز الدوران أو جهاز النقل تأتي من خلال أنه لكل كائن حي حتى يتبادل المواد مع البيئة يجب أن يكون هذا التبادل إما على المستوى الخلوي إذا كانت الخلايا أو الكائن الحي يكون يعني أحادي الخلية أو بسيط، فيكون تبادل المواد بشكل مباشر مع البيئة، يعني ما يطلب جهاز نقل معقد أو ما يطلب جهاز نقل بشكل كامل. كذلك الكائنات متعددة الخلايا إذا أرادت أن تتبادل المواد بشكل مباشر مع البيئة، هذا الكلام يكون غير ممكن لأنها تمتلك جهاز دوران يكون داخل جسم الكائن الحي، فيجب أن يكون هناك أوعية وغيرها من التراكيب لأجل تحقيق عملية دوران السوائل الجسمية، ولهذا ما تستطيع أن تتبادل المواد يعني بشكل مباشر مع البيئة لأن جسمه يكون مولتي لاير يعني متعدد الخلايا أو مولتي سيلز. نعم، مثال على ذلك اللي هي الغراسه اللي تكون يعني مثال جدا مهم وجدا متخصص في تبادل المواد في الحيوانات اللي تكون يعني تكون متعدده، يعني هي اصلا الخياشيم تكون متعدده الخلايا فتتبادل المواد بمساعده الجهاز التنفسي لاجل تبادل هذه المواد بين داخل الجسم وخارج الجسم. نعم، بالنسبة للنقل الداخلي والتبادل الغازي هذا يكون يعني مرتبط جدا في أغلب الحيوانات، فالجهاز التنفسي والجهاز الدوران يكون مترابطين من ناحية الوظيفة في مختلف الكائنات الحية ذات الطبيعة المعقدة. كما تعلمون أنه الخلايا كل الكائنات الحية سواء كانت بسيطة أو معقدة تحتاج إلى طاقة لأجل بقائها على قيد الحياة، هذا الطاقة من تجيها من الفود اللي هو الغذاء. الغذاء هذا راح يصير به عملية تحلل في عملية التنفس الخلوي لكي يحرر طاقة، هذه الطاقة عندما راح تتحرر راح تنطيني أو راح منين تجي تتطلب يعني CO2 اللي هو راح يتحرر، وكذلك راح تحتاج إلى الأكسجين. الأكسجين هذا راح يكون لي هذه النشاطات الأيضية راح تولد لي مخلفات يعني مخلفات غير مفيدة أو مخلفات يجب طرحها إلى خارج الجسم، لذلك يجب أن يكون هناك طريق لكي تخرج هذه الفضلات أو المواد السامة، فهذه المواد راح تخرج عن طريق جهاز متخصص اللي هو السيركوليتوري سيستم، لكن ليس فقط يعني بمساعدة السيركوليتوري سيستم أو السيركوليشن سيستم، هناك الإكسكريتوري سيستم وكذلك الجهاز التنفسي وكذلك اللي هو الجهاز البولي اللي هو مثال على الإكسكريت اللي هو جزء من الإكسكريتوري سيستم. هذول كلهم راح يشاركون وكذلك بمساعدة الرئيسية اللي هو عن طريق السيركوليشن سيستم لطرح هذه المواد وكذلك لنقل المواد اللي تحللت أو انهضمت عن طريق الجهاز الهضمي وتحويله إلى مختلف خلايا الجسم عن طريق جهاز الدوران. إذا جهاز الدوران هو يعتبر بمثابة طرح المواد وكذلك تحويل المواد أو مثلا نقل المواد داخل الجسم. جهاز الدوران بشكل عام لا يجب أن يمتلك ثلاثة خصائص أو ثلاثة صفات أو أربعة صفات أحيانا، هذه الصفات يجب أن يكون هناك سائل اللي يكون إما يكون البلد في الفقريات أو يكون الهيموليم في اللافقريات. نعم، لأجل نقل المواد اللي هي إما الفضلات أو المغذيات
وكذلك يجب أن يكون هناك شبكة من الأوعية الدموية، ويجب أن يكون هناك قلب، إما يكون قلب حقيقي في الفقاريات المتطورة، أو يكون قلوب كاذبة أو ما تعرف به المضخة لضخ السوائل عن طريق الأوعية، أو جيوب كما في اللافقريات. كذلك الصمامات، هذه الصمامات اللي تكون موجودة ضمن الأوعية أو الأعضاء المجوفة اللي تعمل على منع يعني عودة الجريان السائل اللي هو إما الدم أو اللم باتجاهين، إما يكون باتجاه واحد. الحيوانات مثل ما نعرف تمتلك جهاز دوران يعني واحد، فهناك الحيوانات يعني تكون من ناحية التركيب معناها تكون إما بسيطة أو معقدة، ولذلك راح تمتلك الأوبن سيركيوليتوري سيستم أو الكلوز سيركيوليتوري سيستم. الأوبن معناته السائل اللي هو الجسم إما يكون الدم أو اللب راح يصير خلال يعني غرف أو تجاويف جسمية مفتوحة، أما بالكلوز راح تصير خلال أوعية دموية اللي هي الشرايين والأوردة. الأوبن تكون أقل تطورا والكلوز تكون أكثر تطورا. نعم، أما بالنسبة اللي قلنا السائل الجسمي اللي قلنا عليه اللي هو إما البلد أو اللم، لكن هناك سوائل أخرى في الجسم، ولذلك راح يكون عندنا 4 سوائل جسمية اللي هو الانترستيشير فلويد اللي هو السائل الخارج الخلوي، وكذلك عندك اللي هو مثل المصل أو اللي هو السيروم، وكذلك عندك أو البلازما احنا اللي نسميه، كذلك عندك البلد واللمف والهيمولمف. مثل ما ذكرنا تنوع جهاز الدوران يأتي من طبيعة جسم الكائن الحي ذات الطبيعة الحيوانية، فعندك الجاسترو فاسكولار كافيتي هذا يكون يعني لا هو اوبن سيركيوليتري سيستم ولا كلوز سيركيوليتري سيستم، هذا يكون عبارة عن تجويف يقوم بوظيفة هضم وكذلك عملية نقل digestion and circulation. في بعض الفقريات مثال عليها اللي هو البلاناريا لأنها لا تمتلك أصلا لا جهاز دوران يعني open ولا close. أما بالنسبة للأوبن هذا يكون السائل ماله يدور خلول أو خلال تجاويف مفتوحة، مثال عليها الجراس هوبرز اللي هو نوع من أنواع الحشرات اللي هي الجراد. الكلوز هذا يدور خلال أوعية دموية، مثال عليها جهاز الدوران في دودة الأرض، مثل ما تلاحظون هذه أوعية دموية مغلقة، لكن هنا عندك هذا يسموه القلب الأموبي راح نجي نشرحه بعد شوية. هذا تنتقل السوائل الجسمية أو الهيمولنف راح ينتقل إلى تجاويف جسمية تكون مفتوحة وليس مغلقة، لكن هذا جاسترو فاسكولار كافيتي اللي يختلف عن الجاسترو فاسكولار سيستم، ذاك جهاز وعائي العفو ذاك يعني كارديو فاسكولار سيستم، هذا جهاز وعائي معدي يختلف عن الجهاز الوعائي القلبي اللي هو بالفقريات المتطورة. نعم، الآن نأتي إلى أبسط الكائنات الحية اللي هي الكائنات وحيدة الخلية اللي هي مثال عليها الأميبا. فهذه الأميبا راح ينتقل بها أو تنتقل بها المواد عن طريق الانتشار بسيط، نعم اللي هو من التركيز العالي إلى التركيز الواطي أو العملية بالعكس، فلذلك هي لا تحتاج إلى جهاز نقل لأن جسمها مكون من خلية واحدة والانتقال يتم عن طريق سطح الخلية. أما بالنسبة للكائنات اللي تكون أرقى من الكائنات وحيدة الخلية اللي هي الحيوانات أو الديدان اللي تكون مكونة على الأقل جسمها من طبقة واحدة أو طبقتين من الخلايا، وهذا أيضا تكون يعني سهل الانتقال عن طريق سطح الجسم، وكذلك باستعمالها للجاسترو فاسكولار كافيتي التجويف الوعائي المعدي لكي تتبادل المواد بواسطة الانتشار، إذا أيضا لا تمتلك جهاز دوران، نعم بل يتم انتقال المواد عن طريق التجويف أو بمساعدة الجاسترو فاسكولار كافيتي، هذا التجويف المعدي الوعائي، تجويف معدي لعملية الهضم وتجويف وعائي لعملية دوران السوائل الجسمية، نعم وانتقاله عن طريق سطح الجسم أو جدار الجسم اللي يكون مكون من طبقتين، مثال عليها الهايدرا وكذلك مثال عليها البلاناريا. كذلك عندنا طريقة أخرى لنقل السوائل الجسمية اللي هو عن طريق النظام الوعائي المائي في نجم البحر، اللي تكون الطريق على أو تكون الحركة مالته أو الانتقال عن طريق الهيدروليك موفمنت، الحركة الهيدروليكية اللي تكون أشني بمساعدة الماء، انتقال المواد عن طريق الحركة المائية الهيدروليك فانكشن، اللي مثل ما تعرفون يمتلك نجم البحر الغلاصة وكذلك يمتلك أقدام أنبوبية. نعم، الآن نأتي بالتفصيل للأوبن سيركولاتوري سيستم، قلنا هاي موجودة وصف في أغلب النواعم وكذلك مفصلية الأرجل، ومثال عليها نحن قلنا الحشرات.
الاوفن سيركيوليتوري سيستم مثل ما تقولون معناته اشني، انه ايش تكون يعني تحتوي على تجاويف ولا تحتوي على اوعيه دمويه، لا يعني اوعيه دمويه اللي هي لا شرايين ولا اورده، والقلب يكون اشني على شكل يعني قلوب انبوبيه وليست قلوب حقيقيه. نعم، وتمتلك كذلك هيمولينف وليس البلاد، يعني ما تمتلك دم، انما تمتلك لمف دموي. نعم، هذا راح يعود الى القلب عن طريق اشني، عن طريق الاوستيو اللي تعرف هذه الاوستيو بيش تعرف على شكل ما يعني فتحات صغيره في القلب، هذه تتخلص وتنبسط وتساعد على يعني دخول وخروج منه وخروج السائل اللمفي. اهم ميزه في هذا الجهاز انه هناك اختلاط، او لا يوجد هنا، او في يعني بمعنى لا يوجد هنالك تمييز ما بين السائل الدموي وكذلك السائل النسيجي. نعم، ليش؟ لان هذا الجهاز يكون مفتوح وبالتالي يؤدي لاختلاط السوائل ما بين السائل النسيجي واللمف اللي هو بمثابه البلاد، مثل ما تلاحظون هذا الرسم، انه شوف السائل يعني يخرج من القلب ويسري في تجاويف جسميه تكون مفتوحه. اما جهاز الدوران المغلق، من اسمه المغلق معناته راح يصير السوائل الجسميه او الدم راح يصير في اوعيه دمويه مغلقه، والسائل النسيجي يكون خارج هذه الاوعيه اللي يكون السائل الخارج الخلوي، فراح يكون مفصول عن السائل الدموي. نعم، اللي يكون عكس الجهاز الدوران المفتوح. هذا مثال عليه في الديدان الارض او الديدان الحلقيه، هذه تمتلك قلوب او يسموها يعني خمسة اقواس ابهرية، هاي راح تعمل على ربط ما بين الاوعية الدموية الظهرية والاوعية الدموية البطنية، وتؤدي لانتقال الدم او السائل الجسم الى كل خلايا الجسم. نعم، وهذا جهاز دوران مغلق. الان نأتي الى يعني تركيب متطور اخر اللي هو جهاز الدوران في الاسماك. جهاز الدوران هو اصلا يعني يكون مغلق، لكن هنا ظهر تطور انه ظهرت عندي يعني ردهات او غرف، فظهر عندي ردهتين اللي هي يعني اذين واحد وبطين واحد، وكذلك ظهر عندي دورات دموية متميزة اللي هي دورة دموية مفردة. نعم، الدورة الدموية المفردة معناته انه الدم سوف يسري من القلب الى الغلاصة ومن ثم الى اوعية خلايا الجسم او اوعية الجسمية بشكل كامل. نعم، إذا هاي مثال عليها عندي بالأسماك، دورة دموية مفردة تمتلك أذين واحد وبطين واحد. نعم، أما إذا انتقلنا من الماء إلى اليابسة فهناك التغيرات البيئية راح تكون أكثر في اليابسة من مقارنة مع الماء، ولذلك راح تتطلب عندي أنه في البرمائيات أو بالأميفة أو بالأنفيبيا ومعظم الرفتايرز يجب أن يكون هناك أكثر من ردهة وأكثر من دورة دموية حتى يكون تجهيز عندي للدم يكون أكثر، فرح يكون عندنا هناك ثلاثة ردهات اللي هي يعني أذينين وبطين واحد، تو أتريا أند وان فينتريكل، وكذلك الدورات الدموية راح تكون إيش؟ راح تكون مزدوجة اللي هو البولمو كيوتينيوس سيركت، دورة دموية رئوية جلدية، يعني راح تكون ما بين الرئة وكذلك عن طريق الجلد أو جدار الجسم، وكذلك دورة دموية رئوية ودورة دموية جهازية. نعم، الدورة الدموية يعني بشكل مبسط اللي هو الجلدية الرئوية راح تعني أنه الدم يتدفق من القلب إلى الرئة والجلد. نعم، يعني إما من القلب إلى الرئة أو من القلب إلى الجلد، مثال عليها اللي هو الأنفيبيا أو الفرق اللي هو الضفدع. أما بالنسبة للكائنات اللي هي تكون راقية جدا اللي هي مثال عليها الثدييات والطيور والتماسيح اللي هي الكروكوديليانس اللي هي التماسيح، فتمتلك أربعة ردهات اللي هو أذينين وبطينين ودورة دموية رئوية وكذلك دورة دموية جهازية. هذا استعراض للدورات الدموية وكذلك للعلاقة ما بين جهاز الدوران وتركيب جسم الكائن الحي. شوف في الأسماك تمتلك دورة دموية واحدة وأذين واحد وبطين واحد، أما بالأنفيبيا بسبب انتقالها من الماء إلى اليابسة تتطلب أن يكون جهاز الدوران أكثر تطورا، فظهر عندي عدد دورات أكثر وكذلك ردهات القلب تكون أكثر، لكن هي جميعها تمتلك قلب. بالممرسة والثدييات راح تمتلك أربعة ردهات.
هاي صورة أخرى أيضا توضح تطور جهاز الدوران ما بين الكائنات الحية. هنا عندك مقارنة بين الكائنات أو الحيوانات اللي لا تمتلك جهاز دوران والحيوانات التي تمتلك جهاز دوران. الحيوانات اللي تمتلك جهاز دوران معناتها لا تمتلك لا قلب ولا أوعية، والنقل يكون عن طريق سطح الجسم. أما بالنسبة اللي تمتلك جهاز دوران معناتها تمتلك قلب وتمتلك أوعية دموية، والنقل يتم إما عن طريق اللمف أو الهيمولمف مثل الجراسوفرز أو البلد عن طريق الإيرثوم أو بقية الكائنات المتطورة. مقارنة أخرى من بين جهاز الدوران في الأسماك وجهاز الدوران في الضفادع. في الأسماك دورة دموية مفردة، لكن هنا عندك دورتين بسبب اختلاف عدد الردهات وكذلك الحاجة البيئية، لأن الأسماك تعيش في البيئة المائية، التغيرات البيئية تكون أقل مقارنة مع التغيرات في بيئة اليابسة. هاي أيضا صورة أخرى لجهاز الدوران المغلق وجهاز الدوران المفتوح. أيضا هاي مقارنة بين جهاز الدوران المغلق والمفتوح من ناحية الكائنات الحية. الانفيرتبريت هنا موجودة في بعض الانفيرتبريت ومعظم الفيرتبريت. الأوستية هنا تكون اللي قلنا عليه فتحات في القلب present تكون موجودة، وهنا تكون absent بالكلوزد سيستم. نعم، السوائل الجسمية هنا تكون عديمة اللون بدون هيموغلوبين، هنا تكون تحتوي يعني تكون حمراء لأن تحتوي هيموغلوبين. موقع الدم هنا الدم يصب يكون بشكل حر، يكون يعني ويكون هناك اختلاط ما بين السوائل الجسمية، هنا لا يوجد اختلاط والدم يكون موجود في الشرايين وكذلك الأوردة. تدفق الدم هنا يكون شني متحرك بشكل حر ويكون بكل يعني اتجاهات الجسم، هنا يكون باتجاه واحد بسبب وجود الصمامات. هنا كفاءة تدفق الدم يكون بطيء ويكون محدود، هنا يكون سريع وجيد. أمثل عليها مختلف أنواع الكائنات الحية. هاي بعض المصطلحات اللي ممكن ترجع إليها عزيز الطالب عند قراءتك لبقية مفردات المادة. نعم، انتظرونا في محاضرات لاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.